استعدادا للحمله الترويجيه لفيلم هروب اضطراري للنجم احمد السقا والنجمه غاده عادل، انتهى فريق ام تي ام من وضع اللمسات النهائيه للاغنيه الدعائيه للعمل. كاميرا البرنامج تواجدت داخل كواليس التسجيل والتقت اعضاء الفريق. خمستاشر ثانية فقط هي مدة ظهور فريق ام تي ام في البرومو الدعائي الأول للفيلم السينمائي هروب اضطراري للنجم أحمد السقا. ما كانش ده قراري، ما كانش باختياري، ما كانش في قدامي غير هروب اضطراري. قالولي مش هتقدر، قالولي مش هينفع، قالولي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع. انت واضح يا ميري بتتعامل معاك ايه؟ انا هوديك في 60 داهية. ولعل تلك المدة كانت كافية لإدخال حالة من الرضا المؤقتة داخل نفوس جمهور الفريق بعد غيابه الطويل عن آخر أغاني. ومتنتك لبست بدلة ربطت فلوكة مستني الأكشة جاية بس شكلي خدت زمت. يعني إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله مش هنختفي، والفترة اللي احنا اختفينا فيها كان والله مش بإيدنا، بس يعني الظروف كانت كده. بس ان شاء الله الفترة الجاية يعني نرضي جمهورنا اللي استنينا بقاله كتير جدا، واللي فعلا يعني صبر علينا بصراحة. يعني انا لو من جمهورنا مش عارف هعمل ايه يعني، بس يعني تمام. لحد ما 2011 ابتدينا نرجع تاني، كنا هنبتدي نرجع بس حصلت الثورة فوقفنا تاني لحد ما الدنيا المود تاني بتاع الشعب يبقى يقدر يستقبل الاغاني بتاعتنا تاني. احنا شغالين على الالبوم، احنا كده كده شغالين على الالبوم بس مش عارفين هيخلص امتى، فاحنا في نفس الوقت اللي شغالين عليه في الالبوم دوت احنا بنعمل سينجلز هتبقى في الالبوم بعد كده هنجمعهم كلهم يبقوا في الالبوم، بس شغالين على كذا اغنيه في نفس الوقت. 10 سنوات توقف فيها الفريق عن الغناء والحفلات، ولكن عودته على ما يبدو كانت بالقوه الكافيه بدليل التعاون الغير متوقع بين الفريق والمنتج السبكي. احنا طبعا رحنا الاول قعدنا مع رنا والحاج محمد، ورونا الاول حكولنا عن الفيلم، قصه الفيلم عامله ازاي عشان برضو نبتدي تاكي يكتب عليها، وتاكي اخذ نوتس من اللي بيقولوه ده، وبعدين ورونا حتت من اللقطات من الفيلم عشان برضو نبقى في المود نتعرف على الكاركترات اللي في الفيلم، كل واحد شخصيته عامله ازاي عشان تاكي برضو يبقى يقرب في الكتابه منهم. طبعا قعدنا نغير شويه حاجات المزيكا وكده. طبعا حابين نذكر شريف مكاوي هو الموزع بتاع الاغنيه، عمل مجهود خرافي، عملنا 16 كوبي يعني 16 فيرجن من الاغنيه عشان في الاخر نوصل للفاينل. شريف يا عالمي. نحب نشكر شريف محمد طبعا. السبكي كان ليه برضو ليه التاتش بتاعه هناك في الاول، كنا بنستغرب هو عايز يعمل كده ليه وبتاع، بس بعد ما بينفذ حاجه اللي هو طالبها مننا بتطلع بصراحه دماغه افكاري صراحه. هو طبعا الاغنيه من نوع راب جديد ما اتعملش قبل كده هنا في مصر، ان هو راب حماسي بيديك حماس، يعني ممكن تسمعها وتتمرن، ممكن تسمعها وتجري على الطريق، بس طبعا ما تعديش سرعه الرادار. هي اغنيه حماسيه جدا، يعني هي لاول مره بنقدم راب حماسي وبشكل جديد ولايقه جدا بقى مع احداث الفيلم الاكشن وكده. قالوا لي مش هتقدر، قالوا لي مش هينفع، قالوا لي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع.